القى القبض على الفتاة الفرنسية التي اتهمت أشرف حكيمي بتهمة اغتصابها بعد إجراء الكشف الطبي عليها وكشف كذبها وبراءة اللاعب الخلوق أشرف حكيمي. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للاعب أشرف حكيمي فاضغط إعجاب على هذا الفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الشرطة الفرنسية ألقت القبض منذ قليل على الفتاة الفرنسية المتورطة في اتهام اللاعب المغربي أشرف حكيمي بتهمة اغتصابها بعدما تبين من نتيجة التحاليل الخاصة بالفتاة عدم اعتداء أشرف حكيمي عليها وأنها كاذبة. وبالفعل تم إيداع الفتاة بالسجن وهي الآن تنتظر عقوبة قد تصل للسجن 5 سنوات بتهمة البلاغ الكاذب. وسيتم رد اعتبار اللاعب المغربي أشرف حكيمي. وكشفت الفتاة عن أطراف خارجية سياسية تقف وراءها من أجل تشويه صورة اللاعب أشرف حكيمي لتشويه صورة المغرب في الخارج. وقالت الفتاة: أنا أداة استخدموها وأنا نادمة على هذا الفعل، فأنا أعرف أشرف حكيمي جيدا، فهو شخص خلوق ولا يفعل الفاحشة.